أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في موقع الهيئة مناشدات لإنقاذ المعتقلين والمصابين بمرض التدرن في السجون الحكومية. ونقرأ في المدى ظاهرة نفوق الأسماك تعاود الظهور مجددا في بابل. ونتصفح في يقينة إجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء خشية اقتحامها من الميليشيات. جاء في العرب الجديد مصادر العرب الجديد تقول حكومة الكاظمي دفعت نصف مليار دينار عراقي دية لإعادة مئات العائلات النازحة. الشرق الأوسط نقرأ فيها مفتي لبنان يحذر من مسار انتحاري يذكر ببدايات الحرب الأهلية. وجاء في القدس العربي بغداد إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني. وتصفحوا في عربي 21 إغلاق الخضراء ببغداد ورفض متواصل لنتائج الانتخابات. أهلا بكم، نبدأ من مقال للكاتب عون القلمشي حول انتخابات الأوهام المريضة. ما يجري في العراق اليوم يقول الكاتب هو ماراثون بشع لإفساد كل شيء وقلب للحقائق بأساليب فجة، وهذا ما فعله ويفعله الأشرار في عراق، مطلوب محو ملامحه بالكامل وتعويقه بطريقة يصعب معها استعادة عافيته من جديد. لذا من الخطأ جدا أن ينتظر أحد إصلاحا منهم أو تغييرا لسلوكهم الإجرامي والكف عن ثقافة الخديعة، فلقد بات معروفا للجميع بأن الانتخابات في العراق ليست وسيلة لتشكيل حكومة وطنية يتولى إدارتها الفائز في الانتخابات ويقبل الخاسر بالمقابل بموقع المعارضة إطلاقا، ليس كذلك كما هي الحال في البلدان الديمقراطية في كل أرجاء المعمورة، وإنما هي وسيلة لإنتاج حكومة عميلة. يقول الكاتب لحمتها المحاصصة الطائفية والعرقية وسادها الفساد والفاسدون واللصوص. أما الحديث عن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وخلوها من التزوير فقد فضحها أشرار العملية السياسية بأنفسهم، حيث صرح نور المالكي زعيم دولة القانون وهادي العامري رئيس قائمة الفتح وكذلك قيس الخزعلي وعمار الحكيم وحيدر العبادي بأن نتائج الانتخابات غير واقعية، وطالبوا بإعادة فرز الأصوات، في حين قال إياد علاوي زعيم القائمة الوطنية وخميس الخنجر وكذلك ينادم كنا وأسامة النجيفي وسليم الجبوري بأن النتائج كانت مزورة تماماً. أما قادة ما يسمى بمحور المقاومة والحشد الشعبي فقد هددوا بالنزول إلى الشوارع واستخدام السلاح في حال أصرت المفوضية على صحة النتائج المعلنة، لكن هذا ليس كل شيء، فالحديث الذي اعتبر سقوط بعض الأشرار إشارة واضحة لتوجه أمريكي نحو تغيير الوضع في العراق إلى الأفضل، فهذا حديث ساذج أو كذبة مفضوحة أو نكتة سمجة، إذ كيف للمحتل الأمريكي الذي دمر البلاد والعباد أن يقدم على إنهاء دور هؤلاء الأشرار وهم بمثابة المعول الذي تم به تهديم العراق؟ أليست هذه الطغمة الشريرة قد نمت وتغولت تحت سمع هذا المحتل الغاشم وبصره؟ أليست هذه هي الأدوات التي اعتمدها المحتل لتأمين السيطرة على العراق من جهة والوقوف بوجه أي انتفاضة أو ثورة شعبية تندلع ضده وضد عمليته السياسية من جهة أخرى؟ ثم هل يصلح تراجع مكانة العامري أو الخزعلي في المجلس النيابي الجديد دليلاً على صحة التوجه الأمريكي المزعوم؟ يقول الكاتب الحل الوحيد للإصلاح وتخليص العراق من محنته هذه التي يعاني منها وتنظيفه من مخلفات المحتل وأدواته، يحتم علينا جميعا دعوة الناس للالتحاق بثورة تشرين العظيمة لتمكينها من تعزيز التحضيرات التي يعدها الثوار لانطلاق الموجة الثالثة من ثورة تشرين، والتي ستحقق هذه المرة أهداف الثورة كاملة غير منقوصة
وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية الفاسدة برمتها وتشكيل حكومة وطنية مستقلة تأخذ على عاتقها بناء العراق الجديد فعلا. مركز رسام نشر مقالا للكاتب نظير الكندوري، جاء فيه ماذا يمكن للعراقيين فعله بعد انتهاء مهزلة الانتخابات النيابية المبكرة. يتساءل الكاتب نظير الكندوري في مقال نشره موقع مركز رسام، فبعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة بكل تداعياتها التي أسفرت عن مفاجآت غير متوقعة لكثير من الكتل السياسية الكلاسيكية المتنفذة في الشأن السياسي العراقي وبعمق، بات واضحا وجليا أن الوضع السياسي العراقي سائر لا محالة نحو أحد الخيارين أحلاهما مر على العراقيين، وهما إما ذهاب الكتل السياسية جميعا إلى التوافق فيما بينهم على تشكيل حكومة محاصصتية جديدة خشية سقوط النظام السياسي بالكامل في العراق، أو الذهاب إلى حل خلافاتهم عن طريق الاقتتال الداخلي المسلح حتى ينتهي بفرض إرادة أحد الفريقين على الفريق الثاني، وفي الحالتين فإن العراق والعراقيين سيكونون الضحية الرئيسة. أما إذا استطاعت إيران احتواء كل الخلافات الشيعية وهو احتمال ضعيف، فإن السيناريو المتوقع أن يتم تشكيل حكومة توافقية محاصصتية بين جميع الكتل الفائزة، بمعنى استمرار النظام الحالي كما كان الحال عليه في كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ 2003، وسيستمر الفساد وسيستمر نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، وهو النظام الذي ثار عليه العراقيون في ثورة تشرين وما سبقها من انتفاضات واعتصامات عديدة. إن تكرار المشهد السياسي كما كان في الدورات السابقة سيكون سبباً لتفجر الاحتجاجات الشعبية مرة ثانية، مع إمكانية ألا تكون هذه الاحتجاجات سلمية في هذه المرة بسبب حالة اليأس التي وصل إليها الشعب العراقي من إمكانية تحقيق مطالبه بالطرق السلمية. إن الشعب العراقي وشبابه الواعي الذي نجح في أن يكون رقماً صعباً لا تستطيع الكتل السياسية تجاوزه قادر على فرض رؤيته للحيلولة دون جر العراق إلى فوضى الاحتراب الداخلي الذي سيقود العراق للخراب الكامل أو تكرار حكومات الفساد من جديد، ولدى الشعب العراقي من الوسائل والإمكانيات ما تمكنه من فرض رؤيته على تلك الأحزاب والميليشيات الإرهابية. نظير الكندوري يقول إذا اتفقت تلك الأحزاب والميليشيات على تكرار المشهد الذي استمر عليه النظام في كل الحكومات التي شكلها بعد الاحتلال، فإن على الطليعة النضالية العراقية العمل على مواصلة نضالها ضد هذه الأحزاب ومستويات عديدة أهمها الطعن بشرعية الانتخابات التي جرت بنسبة مشاركة متدنية جدا من قبل شعبنا، بالإضافة إلى ممارسات مفوضية الانتخابات وتلاعبها بنتائج الانتخابات ومحاولاتها ترضية بعض الخاسرين فيها على حساب إرادة الشعب العراقي. وهناك أساليب نضالية مهمة أخرى كذلك على العراقيين تفعيلها، يقول الكاتب، تتمثل في تفعيل آليات العصيان المدني التي ستضرب جميع أحزاب النظام بضربات اقتصادية موجعة تجردها من أسباب قوتها. ونقرأ مقالا للكاتب مازن صاحب، جاء فيه وسط ضجيج الأغلبية الصامتة وهي تغادر منصة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، تبرز مجموعة بيانات توضح المواقف للكتل والشخصيات الفائزة والغالب العام على هذه الخطابات والبيانات والتسريبات أنها تواصل المطالبة بالإصلاح سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، فيما لم يتنازل أي منهم عن موكب سياراته الفارهة من أحدث موديلات الدفع الرباعي، فيما تبقى يقول الكاتب تتحدث عن حقوق جهادية وفرز شعبوي بين فئات المجتمع. اليوم حين تسري نيران المساومات
في هشيم صناديق الاقتراع لتشكيل الكتلة الأكبر؟ هل يمكن للأغلبية الصامتة التي تمثل ثلثي من يحق لهم الاقتراع مطالبة هذا الثلث المتنعم بفتات موائد مفاسد المحاصصة بإلغاء اللجان الاقتصادية لأحزابهم وإلغاء مواكب حماياتهم وتقليص رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة والعمل على السلم الأهلي والتنمية الاجتماعية المستدامة بدلاً من عسكرة المجتمع في تشكيلات أمنية متعددة الأطراف تستهلك أكثر من ثلث الموازنة التشغيلية؟ شخصياً لا أعتقد أن أياً من القوى السياسية الفاعلة في مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر سيضع ضمن جدول أعماله وهو يناقش هذا الإطار التنسيقي أو ذلك الأكثر عدداً من الفائزين مثل هذه الاعتبارات لمحاربة مفاسد المحاصصة. فالكل عاد للحديث عن الأوزان الانتخابية وحصصها في كعكة السلطة وموارد لجانها الاقتصادية من ريع النفط عبر مختلف الأساليب التي جعلت العراق لسنوات في ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً. السؤال للأغلبية الصامتة التي خرجت لساحات التحرير العراقية تبحث عن وطن ولم تشارك في الانتخابات، هل يمكن للبعض القليل من أعضاء مجلس النواب الجديد القادمون من تلك الساحات التشرينية، هل يمكن لهم وضع مثل هذه الأمور ضمن برنامج تفاوضهم حول نصيبهم من كعكة السلطة؟ كاتب يقول: موجة المحاصصة وثقافة المكونات الطائفية والقومية لأمراء الأحزاب والتيارات السياسية أعتى وأعلى. نعم، يخالفون تصريحاتهم المعلنة على طاولة المساومة في أكل لحم العراق من جديد بعد كل دورة برلمانية طيلة 18 عاماً مضت. جاء في المدى حيث كتب علي حسين: أمضينا 18 عاماً الماضية في معارك إعلامية تقودها وسائل الإعلام محلية غايتها تقديم تحقيقات استقصائية تقول بالوثائق إن هناك شبهات فساد، ولكن لم يحاسب أحد من المسؤولين. منذ أيام تدور معركة صناديق الانتخابات، وبدلاً من أن يعترف بعض الساسة بفشلهم وتقصيرهم، خرجوا علينا ينددون بالإمبريالية وبدول الجوار التي تحسدنا على معدلات الرفاهية التي فاقت حتى بلاداً مثل النرويج. ولهذا في خضم حالة البطر التي يمر بها المواطن العراقي وهو يعيش أزهى عصور التقدم، ثمة أخبار تساعدنا على الضحك، منها الاكتشاف المذهل لرئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وهو يقول بكل أريحية إن تزوير الانتخابات لم يكن عراقياً بل نفذته دول. يا سلام يا رجل، وماذا عن حصولك قبل سنوات على منصب رئيس البرلمان؟ هل تدخلت دول أيضاً لكي تضعك على الكرسي؟ ولم ينتهي الأمر عند مفرقعات المشهداني، فقد أخبرنا أحد الخاسرين أن دولة الإمارات تآمرت عليه شخصياً وتلاعبت بأصوات ناخبيه. قبل أشهر نشرت مجلة إيكونوميست تصنيف المدن الآمنة في العالم للعام 2021، وتصدرت كوبنهاغن أكثر المدن أماناً في العالم، فيما تصدرت أبوظبي مدن العالم العربي. وماذا عن العراق أيتها المجلة الإمبريالية؟ لا يهم، فالمواطن العراقي عليه أن يعيش في خوف دائم منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات. معظم المسؤولين استولوا على عمولات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، ونبهتنا عاليا صيف مشكورة طبعا إلى أن وسائل الإعلام هذه تسعى للنيل من الشخصية الوطنية. يتساءل الكاتب: هل هي مؤامرة؟ إعلام التهريج ووهم التأثير، ماذا عن مواقع التواصل؟ حيث يتساءل الكاتب ويقول:
يصاب كثير من الطيبين بالإحباط من حجم الضخ الإعلامي ضد قضايا الأمة وقيمها ومعتقداتها، سواء تعلق الأمر بالقضايا السياسية كما في فلسطين أو سوريا أو سواها من الدول، أو تعلق بقيم الأمة ومعتقداتها. كمنهائل من الأموال صرفت وما زالت يصرف عليها وعلى قنوات ومواقع ومهرجين عبر مواقع التواصل، كان ذلك موجودا قبل ربيع العرب لكنه تصاعد بشكل رهيب وملحوظ بعد ذلك، بخاصة بعد هجوم الثورة المضادة. لقد قلنا مرارا إن بوسع إعلام التزوير أن يتلاعب بمشاعر نسبة من الناس بهذا القدر أو ذاك، لكنه يبقى عاجزا عن تزوير وعيهم الجمعي، لأن مخزونهم الثقافي والفكري لا يمكن العبث به بسهولة، وتمثله نماذج راسخة في الصدق والبطولة وسائر القيم النبيلة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام، ومروراً بسيرة طويلة من الرموز من بعده وحتى يومنا هذا. ولو كانت وسائل الإعلام تعبث بالرأي العام على النحو الذي يروجه البعض لما قامت ثورات، ولكانت الأنظمة مقدسة في وعي الناس، بخاصة في مراحل سابقة حين لم يكن الناس يستمعون لغير إعلامها، فكيف وهم يجدون الآن متنفساً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لقد تابعنا مراراً خلال المرحلة الأخيرة كيف تمكنت الجماهير من التأثير عبر مواقع التواصل، واضطرت أنظمة كثيرة إلى تغيير توجهات وقرارات والتخلص من شخصيات هاجمتها الجماهير، ولا تشذ عن ذلك سوى تلك الأنظمة التي قررت عسكرة مجتمعاتها بالكامل، بحيث جعلت من تغريدة أو بوست سبباً لدخول السجن، الأمر الذي لا يمكن أن يستمر لوقت طويل دون أن يحدث تراكمات من الغضب تفضي إلى انفجارات شعبية أقله في المدى المتوسط. يضيف الكاتب: الحقيقة أن كل ذلك الضخ الإعلامي المرئي والمسموع والمشاهد بجانب الضخ عبر مواقع التواصل لم يؤثر سوى على نحو محدود، إذ ما زال الوعي الجمعي للأمة عصياً على التزييف. نطالع في الغارديان، حيث جاء في هذا المقال: هل أصبحت الشرطة الدولية الذراع الطويلة للأنظمة الدكتاتورية؟ سؤال وجيه، سؤال طرحته صحيفة الغارديان في تحقيق مطول كتبه جوش جاكبوس، وقال فيه إن اللائحة الحمراء التي عادة ما استخدمت في الماضي لملاحقة المجرمين وعصابات الجريمة المنظمة باتت تحتوي على أسماء لاجئين ومعارضين سياسيين. بدأ بالحديث عن رجل الأعمال الروسي أليكسي خاريس، الذي بحث في عام 2015 عن الأخبار ليقرأ خبراً أن الحكومة الروسية ستطلب اعتقاله عبر منظمة شرطة الجريمة الدولية إنتربول، ودهش لأنه لم يعرف عن الإنتربول إلا من الأفلام والروايات، وحاول تطمين نفسه أن المحاولة الروسية هي عملية استفزاز وأن الشرطة الدولية لن تلاحقه، وظل خلال الأشهر اللاحقة يتابع اللائحة التي تضم آلاف الأسماء إرهابيين ومجرمين وخاطفي أطفال. ووجد خريس نفسه في مواجهة السلطات عندما كان يدير شركة زاو روسدور سنجين، والتي حصلت على عقد من الحكومة عام 2010 لإصلاح حوض بناء السفن قرب مدينة فلاديفستوك شرقي روسيا. وقال إن شريكه التجاري إيغور بوربوت أخبره عن مسؤول يقوم باختلاس المال من المشروع، وقال إنه استهدف بعدما هدد بالكشف عن الفساد الرسمي، ولأنه رفض تقديم شهادة ضد بوربوت، وتوصل بروماند الخبير في الشؤون الدولية بهيريتش فاونديشن مؤسسة التراث اليمينية أن هذه هي محاولة أخيرة لروسيا من أجل استخدام إنتربول كسلاح ضد معارضيها. وبحسب المعهد الأمريكي فريدم هاوس، فروسيا مسؤولة عن نسبة 38% من بلاغات إنتربول الحمراء.
المحامية الأمريكية ميشيل إيستلاند التي مثلت عددا من الذين وردت أسماؤهم ظلما على قائمة المطلوبين قالت إنها شعرت بالصدمة من إساءة البلاغات الحمراء في إنتربول، وأضافت أن صعود المعارضة عبر الإنترنت زاد من رغبة الحكومات لإسكات أصوات المعارضة، ويحظر دستور إنتربول استهداف أي شخص لأغراض سياسية، وأعلنت عام 2015 أنها ستحذف أي اسم ثبت أنه لاجئ. بعيدا عن السياسة، اليوم في خبرنا قالت سلطة الآثار في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إن غطاسا قد عثر صدفة على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين عمره 900 سنة مقابل ساحل الكرمل جنوب حيفا. وأوضحت في بيانها أن شخصا من مستوطنة عتليت الساحلية قد عثر على موجودات أثرية في قاع البحر خلال غطسه في ساحل البحر المتوسط تم الكشف عنها جراء عواصف تحرك الرمال، وعثر في قاع البحر على مراسي سفن حجرية عتيقة وأخرى مصنوعة من الحديد وكسور أوان فخارية، بالإضافة لسيف طوله متر واحد وطول يده 30 سنتيمتر. وسرع كاتسين لتسليم السيف الذي عثر عليه في باطن البحر لسلطة الآثار التي منحته بدورها شهادة تقدير. يشار أن الكثير من الموجودات الأثرية قد تكشفت خلال الشهور الأخيرة في قاع البحر قريبا من الساحل في تلك المنطقة جنوب حيفا وجبل الكرمل، وهي تتجلى بعد كل عاصفة تحرك قعر البحر ورماله وما تلبث أن تحتجب نتيجة تغطيتها بسبب حركة الرمال. ويعتقد باحثون أن السيف وبقية الموجودات الأثرية الأخرى في المكان تدلل بشكل واضح على أن الموقع استغل كمرفأ صغير منذ الفترة البرونزية المتأخرة قبل 4000 سنة، مرجحين أن يلقي سيف المزيد من الضوء على واقع الحياة في الفترة الصليبية. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.